قدرت. النجم كريم قاسم بنرحب بيك معانا. اهلا بيك، ازيك عامل ايه؟ النهارده واحنا في العرض الخاص لفيلم سمكه وصناره بنبارك لك على الفيلم، عايزين نتكلم شويه عن الفيلم ودورك فيه. الفيلم سمكه وصناره هو فيلم لايت كوميدي بيتكلم عن اثنين نصابين، مصطفى البنداري اللي انا بمثل شخصيته ومحمد حمص اللي بيمثلها امير صلاح الدين، والاثنين دول بيتعرفوا على بعض وبيبتدوا يشتغلوا مع بعض في عمليات نصب كنصابين، وبيبتدوا في حاجات بتنجح معهم في حاجات ما بتنجحش، عمليات بتنجح وعمليات ما بتنجحش، الى ان يجي في طريقهم عمليه كبيره جدا فيها فلوس كبيره وبيقرروا ان هم يخوضوها، وبعدين بيحصل مفاجاه مش هينفع اقولها عشان ما احرقش بقيه احداث الفيلم. خفت لما اتعرض عليك الفيلم ان هو لايت كوميدي وانت اول مره تشارك ده؟ خالص 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 ما خفتش، لان انا عملت قبل كده لايت كوميدي في يو سي، وبالعكس انا بحب الافلام دي، فيلم مسلي جدا. انا اول ما قريت الفيلم قريته في قعده واحده، ما رحتش عملت شاي ولا قمت جبت ميه من الثلاجه، قريته في ساعه ونص من كتر ما هو بيشد واحداثه سريعه ومكتوب بحنكه وذكاء. فبالعكس فرحانك بالفيلم حتى من نظره عينيك، انا حاسس ان انت فرحان جدا. انا بصراحه فخور جدا، ويعني فخور بالمجهود اللي كل الناس حطيته في الفيلم، سواء امير او استاذ طارق عبد المعطي المخرج او رحمه، لان كلنا بنشتغل تحت ضغط، كنا عايزين نخلص الفيلم في وقت معين وعايزين ننزله في وقت معين، وطبعا اشتغلنا كتير على البروفات، واستاذ محمد قرار يعني قعدنا نشتغل معاه كتير قوي على الورق وعدلنا حاجات كتير بحيث نقوم كمان اكتر بالفيلم ونخليه مسلي اكتر، وزودنا نصابات وغيرنا نصابات، فده حصري بالنسبه لك عامه ما قلتش قبل كده. التعامل مع طارق عبد المعطي شايفه ازاي؟ بصراحه كانت تجربه لطيفه جدا، انا بقولها احنا كلنا وقفنا جنب بعض، كانت ظروف الشغل صعبه جدا، اوقات التصوير كانت يعني ساعات التصوير كانت طويله جدا، وكنا احنا كلنا بنشيل بعض، اللي هو يعني استاذ لو عايزنا نعيد هنعيد، لو يعني احنا انا وامير بنحس ان في حاجه من نفسنا بنتحرك بنعمل ده، يعني كان في بالعكس كان في طاقه ايجابيه وكله بيحاول يعمل دوره باحسن وجه. في مشهد بينك وبين امير بتتخانقوا فيه مع بعض، المشهد ده استغربت طول التريلر، الفيلم كله رايح في سكه كوميدي وفجاه لقيتكم انتوا الاثنين بقيتوا بتتخانقوا مع بعض بشكل ما، فهل ده المشهد كان ايه سبب المشهد؟ انا مش هقدر طبعا احرق لك سبب المشهد ليه اتخانقوا، بس انت عارف اي اثنين شركاء بيحصل ما بينهم خناقات، ده وارد. بس ما كانش في ما وقعش بينك وبين يعتبر رحمه في الفيلم، انا عارف ان في قصه حب. لا مش هقدر ارد على السؤال ده لان ده بقى يحرق قصه الفيلم. شايف رحمه حسن التعامل معاها ازاي فيلم؟ هل انتوا الاثنين ممكن تعملوا حاجه في الفتره الجايه مع بعض تاني ولا؟ اتمنى ده، يعني انا اشتغلت مع رحمه قبل كده ويعني حابب ان اشتغل معاها تاني، يعني هي ممثله مجتهده جدا ويعني عملت مجهود ما يقلش عننا خالص في الفيلم. شركه الانتاج اول انتاج ليها، ما خفتش التعامل في شركه انتاج استاذ عصام واستاذ احمد ترك الله يرحمه؟ استاذ احمد ترك الله يرحمه كان عمل قبل كده تجربتين، الحكايه فيها منا وورق جرايد، بس عمل قبل كده تجربتين، كنت مقلق شويه بس في الاخر يعني احنا بنديهم فرصه وهم بيدونا فرصه ان احنا نعمل، ف بالعكس كانت تجربه لطيفه جدا. توقيت نزول الفيلم دلوقتي بعد عيد الفطر، هل ممكن يحقق نجاح وينافس مع الافلام؟ اتمنى ده، يعني انا حابب جدا ميعاد نزوله، اصلا هو فيلم صيف وفيلم شبابي زي ما بقول لك لايت ايقاعه سريع، فانا هو من الاول وانا بقرا هو فيلم صيف، فانا مبسوط ان هو ينزل في الموسم بتاعه جدا وهنشوف، يعني اتمنى فعلا يحقق ايرادات. في رمضان انت كنت مشارك في شاش في قطن مسلسل في رمضان، كلمنا عن الدور للناس اللي ما شافتش المسلسل في رمضان. بص انا كنت بلعب شخصيه جون اللي هو الدكتور جون اللي كان متعلم في فرنسا ومتربي في فرنسا، وهو ابن بيومي فؤاد اللي بيجيبه من السفر عشان بقى يشتغل معاه في المستشفى العباسيه دي اللي هي في طريق صحراوي ومحدش يعرف عنها، وكل الكاركترز عباسيه. ده بالنسبه لي كانت تجربه غنيه جدا وتعلمت منها كتير، وكان يعني استمتعت فعلا ان انا اشتغل مع فطاحل في الكوميديا زي استاذ بيومي وويزو ومحمود الليسي ومصطفى ابو السريع وهشام اسماعيل، يعني ممثلين بجد من الطراز الاول في الكوميديا،
وكان الموضوع مسلي جدا 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 من وقت البروفات الى احنا واحنا بنصور، لضحك كتير، لفعلا واحد رايح التصوير وهو مبسوط. مع ان كنا بنشتغل تحت ضغط وانت عارف تسليم حلقات ورمضان وكنا بنصور زي معظم المسلسلات لحد 26 رمضان، بس في الاخر الواحد طالع مبسوط ومستمتع. انا كنت رايح مبسوط الحمد لله الحمد لله. اخبار ولاد رزق الجزء الثاني ايه؟ هل في كلام ولا الموضوع؟ ما اعرفش، اسال طارق الاستاذ طارق العريال. جديدك ايه في الفتره الجايه سواء سينما او دراما؟ ايه سوري؟ جديدك ايه في الفتره الجايه؟ في السينما انا شغال دلوقتي في فيلم استاذ احمد عبد الله مخرج مايكروفون وديكور وهليوبلس، وده فيلمه الجديد وبعمل بطولته، ومعايا منى هاله ومعايا ممثل جديد من اسكندريه. حاجه يعني هو جديد بالنسبه لنا يعني في السينما، بس هو ممثل مسرحي تقيل جدا وهيبقى مفاجاه في الفيلم. ودي ممكن شويه تكون الالوان الطبيعيه نفس يعني لو هتسمي الالوان الطبيعيه فيلم مثلا مهرجانات، بس انا شايف الفيلم ده فيلم تجاري، فيلم احمد عبد الله، بس انا عارف ان هو هياخد فرصته في المهرجانات لان هو فيلم برضو تجربه مختلفه جدا من كتابته الى طريقه حتى تصويره. صوره امتى خلصتوا؟ احنا بدانا تصوير. ممكن نيجي معاكم نصور في لوكيشن؟ ما اظنش، لان احنا بنصور مينيمم كرو في ظروف، يعني معظم احداث الفيلم بتدور في عربيه، فهتخشوا فين في العربيه؟ العربيه بتاخد 3 انفار بعد ما تنزلوا منها. ممكن نتوقع نزوله امتى ان شاء الله؟ 2018 اكيد. التوفيق ان شاء الله يا كريم، وان شاء الله هنتابعك في فتره ان شاء الله. شكرا، ميرسي جدا ليكم. مساء الخير، انتظر كل اخباري على موقع باباراتزي. كريم قاسم، باباراتزي، أقوى موقع فني.